مرحبا أصدقائي، رحلة الفانوس لا زالت متواصلة، وها أنا ذا بهذه المنطقة الذي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ. أنا متواجد بمدينة جزائرية تدعى الجلفة، تاريخ زاخر وأيضا حضارة عامرة، العديد من العادات والتقاليد سنكتشفها اليوم معا، بالإضافة إلى حل لغزنا لنهار اليوم. تابعوني. الجلفة، قرأت عنها أنها تقع بالأطلس الصحراوي، عاصمة سهوب الجزائر، مفترق طرق قديمة. تقول الروايات أن أصل تسمية الجلفة ليس قديمة، بل وقعت في العهد التركي. حضارة قديمة تعاقبت على هذه الأرض، تشتهر بتربية المواشي والغنم ذي الجودة العالية. اشتهر أهلها بالكرم والجود، وما تسميه موقعة مبايعة أهل المنطقة للأمير عبد القادر لا أكبر دليل على ذلك، وأنها منذ عشرات السنين متواجدة إلى غاية اليوم. وها أنا ذا اليوم جئت لها زائر، الجلفة جوهرة من جواهر الجزائر. مرحبا بك صديقي، نتعرف عليك. ما اسمك؟ سيد علي. سيد علي، من أين أنت يا سيد علي؟ من هنا، من هذا المكان الرائع. أتشرف كثيرا بزيارته لأول مرة. يا سيد علي، هناك لغز يقول هناك ثلاث أعراب قديما في طريقهم نزلوا بأحد الضيور، أو لنقول نزل، كانت تكلفة الغرفة الواحدة 30 دينارا. كم يكون سعر الواحد؟ كم؟ 10 دنانير. ولكن صاحب النزل تفطن بأن سعر الغرفة 25 دينار، فكلف أحد العاملين عليه بأن يعطيهم 5 دنانير المتبقية، أن يعطيهم 5 دنانير المتبقية. ماذا فعل ذلك الغلام؟ قال 5 دنانير إنه أمر صعب بأن يقسمها على أولئك الثلاثة، فماذا فعل؟ أعطى لكل واحد فيهم دينارا واحدا، و أبقى 2 دينار في جيبه. إذن الأعراب كم يأخذ واحد؟ كم سعر الغرفة الآن؟ 9 دنانير. 9 دنانير زائد 9 دنانير زائد 9 دنانير كم؟ 27. 27 دينار. والدينارين المتبقيين كم؟ 29. أين ذهب الدينار المتبقي؟ إنها ساعة الرملية يا سيد علي، ركز جيدا. هل عندك حل؟ خزنة في جيبه. نعم؟ خزنة في جيبه مخبيه. ماذا خزنة في جيبه؟ مخبيه في جيبه. يعني أخفاه؟ صعب النزل. نعم؟ صعب النزل. نعم؟ صعب النزل. عند من؟ صعب النزل. حلي هو أنك في الحديث اللي هدرته قبيلتي. نعم؟ قلت باللي نزل. نعم؟ نزل واحد. كيف ال منعش كيف ال 3 غرف غرف بوت اللي نزل واحد. نعم. إحنا لازم نبدلوا الطريقة تاع الحساب. عندنا ضروك 25 دينار خلوها بجهة. عندنا 5 دنانير. إحنا هذوك 3 نحسبوهم باللي نعطولهم 2 دنانير وخلو دينار بجهة. 2 دنانير نقسمو نقولو 27. نعم. والدينار. نعم. 28 والزوج اللي قاعدوا عند الخدام 30 دينار. مبروك عليك. مبروك عليك. أعطني سفيقة حارة عليك. مبروك عليك. هي هذه الإجابة الكل. طريقة الحساب وقت بدأ. هي طريقة الحساب، كان الكل هنا يحسب الطريقة بطريقة عكسية، ولكن يجب علينا أن نحسب الدنانير. 25 حق النزل، 5 دنانير التي عند الغلام أعطى 3 و2. أنت ذكي جدا. مبروك عليك القطعة الذهبية.
شكرا على الهديه هذه، ونشكر بروتيليس على الهديه المهدات هذه، وبارك الله فيكم، وينعاد علينا رمضان ان شاء الله بالصحه والعافيه والهنا ان شاء الله. الى اللقاء. اهلا وسهلا وبك، وهلا وقرب قرب في البيت الكبير تاع ولاد نايل. بكم تحلى والله يعمرها دار مثل ما تقولون. تجعلها عامره ان شاء الله لنا ولكل المشاهدين الكرام. امين يا رب العالمين. الفستان النايلي التقليدي هو يعيطوا له الربا النايليه، يتميز على المناطق الاخرى في قصاته، في القصات ونوعيه القماش وقدمه، يعني من زمان زمان زمان. حينما رايته اول مره يا سيده محاسن ظننته أنه هذا اللباس للأميرات في عصرنا نحن، في لدي العديد من الملكات هناك والأميرات يرتدين مثل هذه الأزياء طبعاً. يعني فخامة المرأة النايلية من فخامة الأميرات في الزمن السابق. هو زي ملكات تحسوا، نعم. لباس ملكات فيها الدانتيل، فيها نوعيات قماش رائعة، جميل يعني جدا. يلبسوه الملكات زمان، يعني حتى في الحلي، حليهم يعني فريد من نوعه. سيدة محاسن، بما أننا في هذا الشهر الفضيل ونحن هنا في هذا البيت العامر، هل حددتنا عن أهم العادات لمنطقتكم في هذا الشهر الفضيل؟ طبعا هي عندهم أكلات تقليدية يعني منفرد، يعني خصوصا لأولاد نايل، مثلا يوجدوا القهوة يقلوها في الدار احنا ويرحوها، القهوة الخضراء مشهورين بها ولاد نايل، التشيشة يوجدوا، كل شيء كل شيء يعني تقريبا كما عادات وتقاليد الجزائر ككل. وأهم طبق ما هو؟ الشوربة طبعا، الحميس، نعم. طبعا المطلوع، المطلوع والمشاوي أيضا. المشاوي هما سبيسياليتي تاعهم. شكرا لك سيدة محاسن. أنت رمز للمرأة الجزائرية والنيلية التي تحافظ ولا زالت تحافظ على هذا الموروث المادي والشفهي للجزائر ولكل مناطق بني نائل. هناك عصرنة أيضا في الثوب النائلي. طبعا يعني هو في التقليدي وفي المعصر، يعني الحمد لله كنت أول من عصر الفستان النايلي بدون المساس للقصات تاع الأساسية للفستان، للحفاظ على الأصل، للحفاظ على الأصل لكي لا يندثر ولا تروح هويته. يعني هو فيه قصات، فيه الصدر، فيه البدنة كما نقولوا احنا، فيه التستاف اللي يسموه الحجر، نعم، والليمونش يعني، وكان البرينس، نعم، هي بعض التفاصيل الجميلة جدا طبعا. شكرا لك سيدة محاسن على هذا اللقاء الرائع، دمت أصيلة ودمت للأصالة عنوان، وحتى في عصرانتك أنت تحافظين على أصالتك. تحية لك ولكل حرائر الجزائر وأبناء وبناتنا. وتحضر معي أميرة من أميرات الجزائر. بسم الله ما شاء الله عليك، أنت جميلة جدا. الله يبارك فيك، مرحبا بك على عندنا، وإن شاء الله تكون عجبتك الجزائر وأنت ضيفنا. نعم. كل عام وانت بخير. لدرجة أنها أعجبتني، أريد أن أقيم هنا وأتزوج هنا وأولادي أنجبهم هنا، كل شيء هنا. أيتها الأميرة، اسمك؟ بشرى. ما شاء الله، إن شاء الله بشرة خير عليك وعلينا. يا رب يا رب. نحن في زمن متقدم، نحن في عصر جديد، كنت أظن أن اللباس تغير، كل شيء تغير، وتفاجأت لأنك ترتدين هذا الثوب الملكي الذي كانت الأميرات في زماننا يرتدونه. لماذا لغاية الآن لازلت واخترت هذا اللباس؟ شوف، على أنا جزائرية وأنا أحب جزائريتي وأنتمي للجزائر، وكل حاجة فيها تراثنا نقعد نلبسها ما حييت. يعني هذا اللباس كما راك تشوف هو لباس ملكي، ومازال عندنا لباس بدوي، ومازال عندنا، وأنا من النوع اللي نلبس كل الألبسة، نحبهم كامل ونحب نحافظ عليهم باش يشوفوهم ولادنا ولاد ولادنا. وبالعكس يعني كاين لباس اللي دخلت فيه نوع من العصرية، وكاين لباس اللي قعد كيما كان، وأنا من النوع اللي نحب سواء لباس تقليدي البحث الأول اللي لبسوه جدودنا، سواء اللباس اللي فيه لمسة من العصرية. أنا نشجع أي شيء من اللباس التقليدي لأنه هذا هي هويتي.
ما شاء الله كلامك جميل جدا أيتها الأميرة حقيقة، لأنك أميرة قلبا وقالبا، والأجمل فيك أنك تحافظين على موروثك الثقافي. شكرا لأنك قسمتني هذا المكان. الله يبارك فيك. شكرا لك. إلى اللقاء. إلى هنا تنتهي رحلة الفانوس في هذه المنطقة. حضارة وحاضر، آثار ومناظر، وفوق هذا كرم وجود لأصحاب هذه المنطقة ولاية الجلفة. إلى ملتقى آخر وإلى منطقة أخرى وإلى رحلة الفانوس في منطقة جميلة أكثر وتاريخ أعرق في هذه البلاد.